جميع الدوريات حملت الأجهزة، الدوريات، المحطات، كافل المراقبة، السيد معالي وزير الداخلية الحسيني البطل أعمو سيدي. دقيقة لك تفضل لكل القطاعات اللي اشتركت في ذكرى إحياء أربعينية الإمام الحسين عليه السلام على مسمع من نداء. أحب أن أوجه إلى جميع من شارك في الخطة الأمنية والخطة الخدمية اللي تكللت إن شاء الله بالنجاح. السيد معالي وزير الداخلية المحترم أمر تومو سيدي، المديريات الأقسام كافة، الحشد المبارك، العتبات، القوة الأمنية الطيفية الاستخبارية، الخطة الأمنية كافة التابعة لقيادة شرطة كربلاء، هي حملت الأجهزة جميع الدوريات في المراقبة. السيد معالي وزير الداخلية، إليك النداء أمر سيدي. الله الرحمن الرحيم، إن ينصركم الله فلا غالب لكم، صدق الله العلي العظيم. بمناسبة نجاح الخطة الأمنية وبعملا بمسؤوليتي التأريخية، أعلن ما يأتي: كافة منتسبي قيادة شرطة محافظة كربلاء من المنتسبين من رتبة شرطي إلى رتبة مفوض داخل رتبة أعلى، كتاب شكر وتقدير إلى كل الضباط من رتبة ملازم إلى أعلى رتبة، الجميع إن شاء الله جهود موفقة ومباركة، وتحياتي للجميع.